عندي تعليق، عندي تعليق. في الأربع أسماء فما اسم اللي هو مش الياس الدمرشي، اللي هو صدق الدبشي. أش عمل من مقابلة بطولة سنة الفريق الوطني، معناها يشد ضربة جزاء ولا ينحي في مقابلة هدف واللي يستحق الفريق الوطني. الفريق الوطني معناها بابه محلول هكاك بالسهولة هذه. يا أخي في بالكم عاملين عليهم زي راكم ضريتوه ولا يدرى. عيط الملاعب للفريق الوطني عنده أربع مقابلات، في مقابلة منهم تألق، أول مقابلة ما تألق ومن بعد ما تألقش. بعد عادي البارح مع المسير ثلاثة أهداف. يتحمل المسؤولية فيهم؟ يتحمل المسؤولية وما يتحملش. أنا مش هذا ما نحبش، أنا نحبه صدق الدبش. ونحب أنا الناس اللي تشجع، لكن سامحني شجعوا في فريقهم ما تشجعوش فريق الوطن. فريق وطني ماشي نهايات كأس العالم نحضروا. عايش صدق الدبشي حارس ممتاز جدا. اش في كارير؟ قديش لعب؟ ما شد ضربة الجزاء تعيط له؟ معناها ضربة الجزاء هي اللي خلتك تعيط له؟ لا مو ضربة الجزاء كاهو. لا لا سامحني قديش أموان أموان اسكندر قديش لعب؟ خلينا نكونوا موضوعيين. لعب البلاي أوف مع الاسبيرونس. قديش بلاي أوف؟ سبع مباريات. يقولوا سبع ماتشات حتى لتو. سامحني. أنت علاش كنت تحكم؟ تحكم الحراس اللي عندك في البلاي أوف على الأقل. أنا بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا وهذا رأيي. بيان سور. أنه صدق الدبشي ضريناه كعيطنا له. لأنه صدق الدبشي مازال في بدايته. صدق الدبشي ما دخل الترجي الرياضي التونسي إلا بضغط جماهيري باش نجم يلقى بلاصه ويلقى حقه، لأنه مظلوم. مظلوم. ما تزيدش تظلمه كي تعيط له، لأني أنا أعتبر أنا كي تعيط له راك ظلمته. بمعنى ما بمعنى ظلمته، سامحني الوليد مازال ما مش راكز على ساقيه، الوليد مازال معناها ناقص تجربة برشا مقابلات، مازال في العقل خلي صدق الدبشي حتى لين يزيد أكثر تجربة أكثر. وبالطبع أنا نعتبر شخصيا وأنه تظلم في الترجي لأنه ثلاث سنين هو على البنك ألوركو عنده مؤهلات كبيرة ياسر، وتظلم اليوم كي تعيط له بعد شهر تقريبا بلاي أوف. قداش عنده شهر من زمان معناها شهر من زمان ألوركو. كما قلت الشخص اللي ايضا مظلوم لكن مرتين هو حارس بن قردان فرحاتي، لانه احنا تونس كي باش نلعبوا وين هي؟ تونس كي باش نلعبوا في كاس العالم وش نلعب؟ نلعبوا شنو؟ تما انا يلزمك كره كل دقيقتين جايتك، حارس كل دقيقتين جايتك. انا كل الحراس نتاعنا نتاع الفرق الكبيره نتاعنا يجي زوج كور في المقابله. دونك الفرحاتي ادرى بانه يكون على الاقل في الاربعه. لا ظلم في العباد، وبالتالي انا نحيي صدق الدبشي ونقول له صدق ان شاء الله تكون في مستوى المسؤوليه، ولكن انا شخصيا كنت اتمنى تزيد تاخذ وقت اكثر نضج اكثر كذا، وكي تدخل الفريق الوطني ما تدخلش مزيه، تدخل من باب الكبير.